إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على كل نعم ونشكره على كل نعمة أنعم بها علينا. سألك يا رب بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلي قدرنا بالقرآن وأن ترفع شأننا بالقرآن وأن تنصرنا يا رب على من عادانا وآذانا وانتهك أجسادنا وأبداننا بالقرآن. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الدين والإيمان. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كله علانيته وسره، اللهم لك الحمد كله علانيته وسره، اللهم لك الحمد في كل حال وحين، ولك الحمد في كل وقت وحين، ولك الحمد رب السماوات والأرضين، إله الأولين والآخرين، ناصر المظلومين والمستضعفين، اللهم لك الحمد. إلى كل ظالم داخل هذا البدن اسمعني، إلى كل ظالم داخل هذا الجسد يسمع ويرى، إلى كل جني يستخفي ويختبئ ويندس ويتوارى، إلى كل جني أينما كان وكيفما كان، أينما استخفى في الجسد في البدن وكان، أينما توارى في الجسد والبدن وكان، إلى كل ظالم، إلى كل معتد، إلى كل جبار عنيد، إلى كل أثيم عنيد، إلى كل متسلط عنيد، أعلم علم اليقين أنك تسمعني وأنك تراني، وأنا أتذكر الألم الذي نزل عليك في الحصة الجماعية، وأتذكر العذاب الذي حل بك في الحصة الجماعية، وأتذكر كل شيء تأثرت فيه وتألمت فيه، فظاهرا ونسبيا ونسبة كبيرة أن حالتك واضحة، وأن الداء والعلة واضحة، وأن الإصابة واضحة، وأن الأسرار التي لربما كنت تظن أنها ستبقى خفية ومخفية لن تظهر ولن تفضح، جلاها الله، أظهرها الله، فضحها الله. طيب، قبل عذاب أليم، قبل حصة وتليها حصة، قبل حر وألم، قبل حرق وعذاب وألم، لك وحدك لا لغيرك ولا أحد معك، هل من حل يعود عليك بالنفع ويعود عليها بالنفع؟ هل من حل تضمن لنفسك من ورائه أن تخرج سالما غالما معافا، بلا عذاب بلا ضر بلا ألم؟ أنا أخشى عليك من عاقبة النهاية، أخشى عليك من عاقبة الختام، أخشى عليك من شيء لربما خباه الله تبارك وتعالى لك وبعده أمهلك وأعطاك الفرص والوقت، لعلك تتوب، لعلك ترجع، لعلك تعود. لربما غرك علمك بالسحر، لربما غرك فهمك بالسحر ودراستك العميقة للسحر، لربما غرك ملكك وجاهك وسلطتك يا ساحر، لربما غمرك طول الأمد والسنين والدقائق والساعات والشهور والأعوام والعقود التي عشتها على هذه الأرض، لربما الله تبارك وتعالى أمهلك وأعطاك الوقت والفرص، وما ربك بظلام للعبيد. ما ربك بظلام للعبيد. في هذه اللحظة قبل أن أسقط عليك كل شيء يؤلمك، واضح؟ قبل أن أسقط عليك كل شيء يؤلمك، أغلب الأشياء التي تعذبك تحرقك تصعقك تؤلمك سأسقطها عليك، وكل يقين أن الله سيسمع وسيستجيب وأنك ستتألم لأنك كافر بأنعم الله. والله دائما
وكما هو معلوم عندنا لا يظلم أحدا، فلربما يظن الظن من الجن أنه خدم سحرا ليعطي نعمة أو ليجلب نقمة أو ليصرف خيرا، ويظن أن قدر الساحر وقدره ومشيئته فوق قدر الله فهو مخطئ. فكل شيء في هذه الأرض بقضاء الله وقدره، كما قال عمر رضي الله عنه: فر من قضاء الله إلى قدر الله، فلا أنت ولا سحرك ولا ملكك ولا خدامك ولا الساحر الذي وكلك وأرسلك ودفن في القبور لك قادر على أن يغير أو يؤخر أو يعطل شيئا من الأشياء التي أرادها وقدرها الله تبارك وتعالى. فنحن جميعنا إنسا وجنا، طيورا في السماء وحيتانا في البحار ودوابا على الأرض، وكل الكائنات على هذه البسيطة ما رأينا وما لا نرى، ما علمنا وما لا نعلم، تتحرك بمشيئة الله وبقضاء الله وبقدر الله. رب ضرة نافعة، ربما أتى الله بك من غابات، من سيول، من جبال، من أودية، من أنهار، بحار، وخدمت سحرا وتسلط على جسد وبدن قصد مفسدة وظلم، ولكن هذا البدن مختلف على كل الأبدان. ما تسلط على بدن يهودية فتدخل الدير مرة في الأسبوع متبرجة كاسية عارية، ما تسلط على جسد نصرانية تدخل الكنيسة مرة في الأسبوع كاسية عارية زانية، والله أعلى وأعلم، وأكبر ذلك شرك وجعل الله ولدا. ما تسلط على ملحدة كافرة جاحدة لا تعرف أن لهذا الكون خالقا ولها خالقا، ونسبت نفسها إلى الطبيعة لم تتكم كلمة الجبان والكرموز، يعني اعلم علم اليقين أنك في نعمة لا ندري والله يدري. ربما أراد الله تبارك وتعالى بك خيرا وساقك إلى هذا الأمر حتى تعرف الحق، ولكن هذه السنوات التي قضيتها في هذا الجسد ونحن نعلم أنها مسلمة مختلفة عن كل الذين ذكرناهم سابقا، فالميزة التي تتميز بها عن باقي نساء هذه الأرض، نساء المسلمات، التوحيد. فأن تسكن جسد مسلمة مؤمنة موحدة أمر صعب، أن تسكن جسد مخمر ملتزمة تصلي 5 صلوات في اليوم أمر جد صعب، أن تسكن جسد مسلمة تريد أن تكون مؤمنة وتبلغ الدرجات العلى تقوم ليلا وتصلي فجرا ولها ورد يومي من كتاب الله تبارك وتعالى وأذكار وتطرق أبواب الرحمن حتى يفرج الله كربها وينفس همها، فهذا أمر جد صعب. فهنا إذا دعوتك إلى الحق أذكرك فقط لأنني أعلم وأنت تعلم أني أعلم أنك تعرف. لماذا؟ لأن هذه السنوات التي قضيتها في هذا الجسد نعمة عظيمة غبن فيها كثير من الجن ممن لم تتح لهم الفرصة إلى أن يدعوا إلى دين الله يوما، هذه نعمة عظيمة مغبون فيها كثير من الجن من الذين لم تتح لهم الفرصة إلى أن يدعوا إلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم يوما، هذه نعمة عظيمة. كلما صلت تعذبت في نفس الوقت وعبت، ما سر تلك الحركات، تلك التمتمات، تلك الكلمات، تلك الآيات، وضح كلما توضأت وتطهرت. أنا أعلم وأنت تعلم أنك تتألم، لأن كل شيء يحبه الله ويتقرب به العبد إلى الله إلا ويكون على الظالم حرا وسعيرا. فيعني هذا الألم وهذا العذاب الذي نزل عليك فهو بوجهين، وجه فيه ألم وعذاب، ووجه فيه حق وحقيقة لا يزيغ عنها إلا هالك، وليس بعد الحق إلا الضلال. فأنا أذكرك وأنت تعلم أن هذا هو الحق، أنا أذكرك وأنت تعلم أن الله موجود قبل الوجود، أنا أذكرك وأنت تعلم
أنا الذي خلق الشيطان هو الله تبارك وتعالى. أنا أذكرك وأنت تعلم أن الذي حرم الدم والدماء في القرآن قبل أن تكون أنت ولا أبوك هو الله تبارك وتعالى. أن الذي حرم الزنا في القرآن منذ 14 قرنا وبعث محمدا بالحق هو الله تبارك وتعالى. الذي فرض عليها وعلينا 5 صلوات في اليوم هو الله تبارك وتعالى. واضح؟ فهذه نعمة أنت فيها إذا عرفت كيف تستغلها خرجت فائزا ورابحا وناجحا وغانما بغنيمة كبيرة. وأكبر غنيمة ستخرج منها هي نعمة الإسلام، هي نعمة الإسلام. وأكبر نعمة التي تعد هي رأس النعم هي نعمة الإسلام. إذا أسلمت كان الله معك، إذا أسلمت أعانك الله، إذا أسلمت نصرك الله، إذا أسلمت حافظك الله، إذا أسلمت رعاك الله، إذا أسلمت سلمت غنمت ربحت فزت. وهذا هو الربح العظيم، وأنت تعلم في قرارة صدرك أن هذا هو الحق، ولكن نفسك والشيطان يصدونك عن الحق صدودا وأنت تعلم. ونقول لك أما إذا أردت أن تبقى على المعصية والظلم والكفر والأذية والتسلط والعدوان فاعلم علم اليقين، والله وبالله وتالله ستخرج مهزوما وخاسرا ومذعوما مدحورا مذلولا. أما إذا قدر الله أن يطول الأمر على ما هو عليه فاعلم أن الله سيضاعف لك العذاب. هذه حجة قيمة عليك. كل السنوات التي قضيتها في هذا البدن كانت تعبد فيها ربها على حفظ، كانت لها عقيدة صحيحة أن الله واحد أحد فرض صمت لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. أنا أسألك الآن فيأم الإسلام والاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى والانقياد له بالطاعة التامة الكاملة في كل شيء أمرنا به، ويأما عذاب أليم، ويأما نار محرم حريق. فأما إذا غرك ملكك وجاهك وتاجك وسلطتك ونجمتك والدماء فكل شيء يزول. وأكبر شيء يجعلنا نوقن أن كل شيء يزول هي هذه الآية: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إليك أنت يا كبيرهم يا سيدهم يا حاكمهم يا مسيرهم، أدعوك إلى ملة محمد الصادق الطاهر التقي النقي الأمين، أدعوك إلى ملة ليس بعدها إلا الضلال، أدعوك إلى ملة الحق التي فيها حق ويقين أن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن عزير نبي الله ورسوله، وأن عيسى نبي الله ورسوله. فالحق أن ترفع أسبابتك للسماء خاضعا مذعنا، واترك ما مضى من الكفر والظلم والشرك. كن مع الله يكن الله معك، كن مع الله يعلن له قدرك ورفع الله شأنك. لا إله إلا الله قلها تفز، لا إله إلا الله قلها تربح، لا إله إلا الله قلها تنجح، لا إله إلا الله قلها يكن الله معك. لا إله إلا الله إما لك وإما عليك. لا إله إلا الله، من كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله عليه فمن معه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،